عمرك رحت فرح ولقيت المعازيم فجأة فضلوا يضربوا في بعض من غير سبب زي المجانين؟ ده كان في فرح لشاب اسمه وهبة سامي في عزبة عفيفي بمحافظة الدقهلية، والسبب كان مشروب التمر هندي. 2020 فرح وهبة سامي والمعازيم كلهم كانوا فرحانين بيرقصوا وبيغنوا، والعريس في وسط المعازيم وقرايبه واصحابه بيرقص مع عروسته عادي، الجو مبهج جدا وكل شيء طبيعي. لكن فجأة كل حاجة اتحولت لرعب، وده تحديدا لما البوفيه قدم مشروب التمر هندي للمعازيم. المعازيم هنا استغربوا من مشروب التمر هندي اللي اتقدم لانه مش من تقاليدهم في الافراح، لكنهم شربوا التمر هندي وبمجرد ما شربوه كل حاجة اتغيرت والفرح اتحول لفيلم رعب. اولها كانت مع العريس، بدأت ان بطنه بتوجعه جدا وبدأ يرجع كل حاجة كلها، والعروسة حصل لها حاجة اغرب، جسمها بقى متيبس زي الصنم مش بتتحرك من مكانها، وبعدها فجأة العروسة وقعت من طولها. اما المعازيم فحصل لهم حاجة اغرب وتعتبر اكتر رعب من كل اللي فات، بدأوا يضربوا في بعض ويشتموا في بعض من غير اي سبب، وفي وسط المعازيم كان في ست بتصرخ وبتضرب نفسها بالكفوف على وشها، شالت الطرحة بتاعتها وفضلت تقطع في شعرها. المشهد ده كان مرعب جدا ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي ما شربوش التمر هندي ما حصل لهمش حاجة، لكنهم ما قدروش يعملوا اي حاجة لانهم كانوا مصدومين من اللي بيحصل. المعازيم كانوا بيقعوا على الارض وبيدخلوا في حالة اغماء، وبعدها يقوموا ويفضلوا يصرخوا ويضربوا في بعض زي المجانين. الموضوع ما وقفش لحد كده، المعازيم بدأوا يتكلموا بلغة غريبة واللي بيصدر اصوات زي اصوات الافاعي. المعازيم اللي ما فقدوش عقلهم قالوا ان اللي عمل كده ساحرة اسمها زازا، وزازا دي حطت عمل في المشروب علشان تسحرهم. الست دي معروفة في القرية انها بتعمل اعمال سحر، وتحديدا سحر اسود، وربطوا ده بان زازا لما ادت العروسة مبلغ اللي هي بيسموها النقطة اصيبت العروسة بحالة التيبس وفقدت عقلها ساعتها، والكلام ده كان قبل الفرح بكام يوم. العريس بدأ يفوق من حالته، والمعازيم اللي فايقين قالوا له انه ياخد العروسة بتاعته وانه يمشيها بالعافية من الفرح. العريس قرب على عروسته وحاول يشدها، لكن هي كانت بتضربه وفضلت تضرب فيه لدرجة انه قطع الفستان وشالها بالعافية واخدها وطلع على الشقة بتاعتهم. اما المعازيم فكانوا لسه في حالة الهرج اللي موجودة، فهنا قرر خال العريس اسمه السيد عبد الجواد يجيب شيخ راقي علشان يهدي المعازيم دي. ولما جه الشيخ بدأ يقرأ عليهم الرقية الشرعية وقال ان المعازيم اتصابوا بسحر جماعي، والسحر ده كان قوي جدا وهو سحر الجنون، والسحر ده صعب يتم السيطرة عليه في جلسة واحدة، محتاج اكتر من جلسة. نجح الشيخ في السيطرة على عدد من المعازيم وهداهم شوية من اعراض السحر الاسود اللي كانت ظاهرة عليهم، لكن قال لهم ان بقية الاشخاص محتاجين اكتر من جلسة. بعد 4 ايام من الحادثة الغريبة دي الشيخ كان مستمر في عدد من الجلسات مع الناس اللي اتصابوا بالسحر. الشيخ قال ان العمل ده حصل له دعم قوي جدا من الساحر، علشان كده الحالات اللي معرفش يهديهم اول يوم صعب كان يسيطر عليهم. في ست تانية اهلها جابولها شيخ راقي غير الشيخ الاولاني اللي حضر الفرح. الشيخ ده حصل له اثناء الجلسة هلوسة وبدأ يتخيل وجود اشياء فقدت تركيزه وهو بيقرأ الرقية الشرعية. اهل القرية اتهموا زازا بان هي اللي عملت اعمال السحر، تحديدا ان في شخص جالها قبل الفرح بيوم الساعة 2 الفجر، والشخص ده طلب منها انها تبوظ الفرح على حسب ما عرفوا بعد كده. زازا بدأت اول اعمال سحر من خلال الفلوس اللي بيسموها في القرى النقطة، والنقطة دي عبارة عن فلوس اهل البلد بيدوها للعريس وللعروسة كمباركة منهم، وان السحر في الدرجة الاولى كان موجود في النقطة اللي اديتها للعروسة، اما السحر التاني كان موجود في مشروب التمر هندي واللي كانت بتشرف عليه الساحرة زازا بنفسها، وهي اللي كانت بتقدمه للمعازيم. وكمان الشخص اللي شافوه قبل الفرح بليلة ومعروف انه بيشترك مع الدجالة في اعمال السحر، فهنا اتأكدوا ان زازا هي السبب في كل اللي حصل. فاهل القرية اتجمعوا عند بيت الدجالة وولعوا النار فيه. الدجالة استنجدت بالشرطة واتصلت بيهم وجم لحد عندها. الشرطة جت وحاولت تسيطر على الموقف وقبضوا على مجموعة من المتجمهرين عند بيت زازا. الشرطة استجوبت المتهمين اللي حرقوا بيت الدجالة، والمتهمين اعترفوا ان هم فعلا اللي عملوا كده، وقالوا السبب ان الدجالة دي عملت سحر للمعازيم في مشروب التمر هندي. وبعد التحقيقات الشرطة قبضت على زازا الساحرة او الدجالة المعروفة في الدقهلية، واتحكم عليها بالسجن لمدة 15 يوم على ذمة القضية. واهل القرية
القرية أكدوا إن زازا بتمارس أعمال السحر والشعوذة واتصالها مع عالم الجن، والسبب ده كان مخلي أهل القرية يكرهوها ويتجنبوها، فهي عملت كده انتقاما من المعاملة السيئة اللي بيعملوها بيها. وعشان كده قررت زازا إن هي تبوظ لهم الفرح وعملت لهم حالة من المس الجماعي. القضية دي انتشرت في مصر جدا، والسحرة والمشعوذين منتشرين في أماكن كتير، في منهم ليهم قوة حقيقية وفي منهم أضعف مما نتخيل ونتصور، لكن في الآخر السحر موجود والضرر موجود، وربنا يحفظنا جميعا من شر السحرة والدجالين والمشعوذين. سلام عليكم.